تابع لي مصنع السكر بن بشير بجندوبة. جاء البلاغ من إدارة الحرس الوطني اللي يقول أنه تم دونك حسب يعني ما جاء في بلاغ الحرس الوطني 18600 طن من السكر. وتقول يقول الاتحاد العام التونسي للشغل وفي الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أن هذه مغالطة من الحرس الوطني وهي فقط 3600 طن من السكر وهو ماهوش مخزون يعني هذا تابع للمعمل. شنو صحيح وشنو من غلط؟ هل غلط يعني الحرس الوطني؟ فما خطأ من تابع الحرس الوطني؟ لينفوكس. العميد حسام ديم جباب لي الناطق الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني، صباح الخير. بخير استاذة مريم، كيف فريقك وان شاء الله عودة ميمونة؟ شكرا ليك. نحب ناخذ من عندك المعطيات والمعلومات، خلينا يبدا كل شيء واضح. سيد العميد، 18600 طن قالت وحدات الحرس الوطني وديوان التجارة، يجي الرد من المعمل يقول لي مش صحيح الكلام اللي تقال. شنو صحيح وشنو الغلط وشنو اللخبطة اللي صارت هذه؟ صحيح والغلط اللي دار العام الحرس الوطني لا تخافوا في قول الحق لو متلائم، وقت نغلط وقلوا رانا غلطنا. احنا ديجا وقت اول ما هبطنا البلاغ اللي باعتبار اللي تو ثم المعلومات اللي جينا من المناطق كذلك الاقاليم الجهويه أبار المركزيه، هبطنا بلاغ اللي كونه تم الضبط وليس بحاجه في خصوص الكميه نتاع ماده السكر في احدى المعامل اللي تتبع وزاره التجاره وتنميه الصادرات. دونك العمل نتاعنا راهو عمل مشترك، راهو ماهوش وحدنا، بين هو كان فريق مشترك بين الحرس البلدي والشرطه والامن الوطني العفو، وكذلك فريق من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات اللي خرجوا مع بعضهم، وكان نفس الفريق بعد ما جيت معلومة اللي كونوا تم كمية كبيرة برشا من السكر موجودة في المعمل هذا. دونك بتحول الوحدات نتاعنا يعني لقاو صحيح تم معناها كمية نتاع السكر اللي هي 18000 طن، وما هيش 18650 كان ما سبق وتنقل لك وعلاش وشنو تبعاتها. وبطبيعة الحال معناها تم وزارة التجارة معناها قامت باستدعاء الممثل القانوني اللي يلهي بالفاتورات واللي يلهي بالموضوع هذا يوم غد حسب ما تمت إفادتي من طرف تقليم الحرس الوطني بجندوبة. هذا اللي باش نحيو اللبس في خصوص عملية الضبط وليس عملية الحج. وبالنسبة للتسرب الخطأ صحيح غلطنا، في احنا مستنسين ونخدموا مع التجارة ونخدموا في مختلف الأوقات وخاصة في بداية الحملة ضد الاحتكار، وحتى قبل الحمله ضد الاحتكار والاعلان التدريب الجمهوري معناها نشدوا بالاف الاصناف. دونك معناها هناك حتى في تسرب الخطا معناها وتكتب معناها طن في بلاصه الكيلوغرام، حتى نحن دارنا وقفه راهي المسؤولين نتاعها وقفه كذلك العباد اللي تتحمل مسؤوليتها في الخطا هذايا. وبطبيعه الحال راهي حتى حد معناها ما يتحاسب معناها الاخطاء المهنيه والصناعيه، بالعكس نحن كي نخدموا نغلطوا وكي ما نخدموش ما تلقاش ثم عندنا اغلاط. دونك لهنا حتى الاداره عندها حق نظر وتفقديه في تحديد معناها الجزاء اللي باش ياخذوا اللي مسؤول على الخطا هذا. هذا يجوز معناها باش نحاولوا نحطوه في اطاره. خاطر جاء في بيان الاتحاد الجوي للشغل بجندوبه استنكار شديد للمغالطات اللي يروج لها وعني والتي تروج وخاصه روج لها الحرس الوطني، هذا ما جاء في بيانهم يعني. يسيرش عنده الحق باش يهبط ويروج، ونحن رانا في تونس رانا شركاء في بناء الدوله نمسك كل مع بعضنا. دونك معناها ما يقلقنيش، نحن اللي خد معناها اللي يقول كونه نروجوا على الاخطاء عندنا، ما عندنا كيفاش باش نردوا بالافعال نتاعنا وبالنتائج نتاعنا وبالاعمال نتاعنا. يعني الخطا سيد عميد الخطأ موجود في الكميه الكميه في صياغه اول ما جاء على معناها المكتب الاعلام. دونك معناها جالسين نروح بشكل معناها المعطيات اللي موجوده. بعد التثبت وبعد ما تم تقال وبعد ما حبينا نزيد ثبت عرفنا اللي كان ثم خطا تسرب في الكميه اللي تم تصحيحها ببلاغ معناها كنا نجم. هذايا فيما يخص خطا الكميه، وفيما يخص المخزون في حد ذاته يعني كان طريق المخزون في حد ذاته، المخزون في حد ذاته موجود وتمت معاينته من طرف ثلاثه فرق مشتركه جوز امنيه حرس وامن وطني وكذلك من الاداره الجهويه للتجاره اللي كانوا مع بعضهم معناها. دونك هذايا اللي
نحبوا نحكيوه معها في الوضعيه هذه، واللي راهو ما تمش حاجه اللي تم ضبطها كميات يعني. وما من اليوم على خاطر الحديث على ضرب الاحتكار وكل هذا يدخل في الـ في الـ في الـ المزايدات يعني، تراو انتوما سيد سيد العميد؟ لا، ثم اصحاب القلوب المريضه اللي هي موجودين في البلايص الكل، دونك معناها يحبوا يضربوا في النجاحات، نحكي نجاحات الدوله التونسيه معناها شنو هي قدمت وشنو هي عملت، وخاصه باش نحكي توا في الجانب الامني وشنو قاعدين نقدموا معناها لتونس، وشنو هي قاعدين نقدموا في تضحيات، ونعرفوا نحن شنو هي الندوات حتى الصحفيه اللي خدمناها مع بعضنا معناها بين مختلف الاسلاك الامنيه وكذلك مع الديوان التونسيه، وخدمنا مع وزاره التجاره، وكانت لقاءات في دار الضيافه وقدمنا النتائج وخدمت تخدم ليل ونهار. صحيح ثم وقتها وتات وقلنا اللي راهو ثم بعض التجاوزات اللي صارت في خصوص معناها ثم شكور معناها اللي معناها تضبط كميات صغيره، لكن معناها فهمتني ولا صلحت بالوقت وعاودت فهمتني ولا وخذت معناها اللجنه الاتصاليه المشتركه اجراءات معينه وتنسيق كان مع مختلف المسؤولين الجهويين سواء كانوا الامنيين او اللي تابعين لدرجه جهويه لتجاره تنميه الصادرات، وكانت معناها التعليمات والتوصيات دبوشه وراي على اساس كونه ما يخرج كان فريق مشترك، ما تخرج التجاره وحده ما يخرجش الامن وحده، تخرج الكل في نطاق رصد المشترك لتحقيق النتائج وتحقيق مؤشرات النجاح اللي هي الهدف المنشود نتاع الدوله. واضح، شكرا لك سيد العميد حسام دي من جبيبلي على كل هذه التوضيحات. او معنا السيد محمد لمين البلطي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبه، اللي كان يسمع في سيد العميد حسام دي جبيبلي. وصباح الخير سي محمد لمين. صباح الخير. صباح الخير كيف المستمعين ومرحبا بكم. يظهر لي سمعت سيد العميد اللي قال اخطأنا في الكمية وذي حقكم انكم تصدروا بيان للتوضيح. شنو تنجم تضيف على الكلام هذي؟ اخت مريم، في الحقيقة تفاجئنا نحن من البلاغ اللي اصدرته وزارة الداخلية لسان الناطق الرسمي. في الحقيقة المعمل هذا بجهة في جندوبة يمر بصعوبات وعنده برشا مشاكل. الاخبار الوقت اللي هبط كساعق على جهة الجندوبة، لان المعمل هذا احنا نعانيه فيه للديمومه والاستمرار ولتطويره، لكن وقت اللي نقوله احنا اللي توقع فيه حجز 18600 طن معناها الهلع اللي صاب حساب العمال الداخل في وسط المعمل والاداره والمحيط والتلفونات اللي جينا واللي تتكلم وين شديتوهم وين تشدوا هذوما، كيفاش المعمل يشد، كيفاش اولا هو الانتاج هذا نتاع المعمل هذا وقت اللي يتم انتاج سنه كيف سنه تزرع 500 هكتار ما نجمو ينجو كان 3600 طن 3600 طن يقع مراسلة ديوان التجارة يجي لأنه مرتبطين معاه باتفاقية ما يتباع السكر وما والمعمل ما عندهش الحق باش يبيع السكر، اللي يبيع السكر هو ديوان التجارة ويضبط الكمية يجي يعينها ويحللها ويعطي الموافقة باش تكون تخرج المستهلك، اللي يحب يشري يمشي يتصل بديوان التجارة ثم يجي بون دي ليفريزون للمعمل يهز الكمية اللي موافقين عليها. المهم اللي موجود في داخل المخزن أو البلاغ اللي خرج هم يقولوا مستودع في منطقة بن بشير، هو راه مخزن اللي هو المغازة متاع المعمل فيه 18 طن 18 متاع منهم 10000 وقع بيع أعلام المعمل اللي تم الحريف باش يجهزهم، ما بقى الموجود حاليا هم 18 طرناطة متاع ديوان التجارة، المعمل راه ما عندوش فيهم الحق باش يمسهم ما يمس حتى. دونك معناها الخبر وقت اللي هبط هذا خلى رغم معناها رحاب الصدر نتاع الحقيان وخلى الاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبه الاخ العبيد اللي متواجد في الجزائر في مهمه نقديه يتصل في ليلتها بالسلطه الجهويه مشكوره اللي اسعات باش تصح الوضع هدايا وتصح الخطا هدايا والمعاينه وقت اللي تمت مدهم ضبط معناها تم موجوده 18 درناسة لا اكثر ولا اقل من هذا. وعندهم حاجه اخرى، راهو السكر اللي موجود في المغازه نتاع المعمل
راهو نتاع ديوان التجارة وليس نتاع النعم. واضح، شكرا لك. ينتج ولكن هذيك كان موجه لديوان التجارة. شكرا على هذا التوضيح سيد محمد أمين بلطي، عضو المكتب التنفيذي اتحاد جهوي للشغل بجندوبة.